كلنا نمر بحالات نفسية تخلينا نلجأ لبعض الطقوس اللي ممكن تشعرنا بنوع من تخفيف هذا الضغط النفسي. من ضمن الأشياء اللي بتمر فيها المرأة ممكن تلجأ إلى قص شعرها بهدف إنها هي تجدد أو تغير حياتها أو قد تعتبرها بداية جديدة، وخصوصا بعد انتهاء علاقة سواء كانت زواج أو غيره أو حتى في الفقد تحديدا. حنتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيل أكثر، وأرحب بضيفتي بالاستديو الأستاذة ميسون الخضير. حياك الله أستاذة ميسون. بنعرف أنه في كثير من السيدات بيلجأوا لقص الشعر، وكلنا يمكن مرينا بهذه التجربة، لكن إيش حقيقة قص الشعر في البداية الجديدة؟ هو أول حاجة لازم نعرف أنه هذا شيء ما هو اضطراب ولا هو مرض نفسي. جميل. هو شيء عادي بيمر في كل النساء وحتى الرجال أحيانا. أنه لما يحسوا نفسهم أنه يبغوا يبدأوا بداية جديدة أي كانت، يأما يقصوا شعرهم يروح يحلق يروح يعني يسافر، يبدأ بداية جديدة، يحس نفسه أنه هذه بداية انطلاقة لمرحلة لاحقة. فهذا هو الشيء اللي يفسرها. أما هي نقدر نقول مرض اضطراب أو عرض علامة من علامات الحزن ولا الفقد، لها جانب تاريخي صحيح في الحزن والفقد من أيام سيدنا أيوب، نبي الله أيوب. حتى زوجته لما تعب نبي الله أيوب راحت إيش سوت عشان من حزنها وكمان لجوءا للفقر؟ قصت شعرها. فهذا شيء له جانب تاريخي، يمكن هذه الفكرة جاية من هذا المفهوم، من هذه الأشياء التاريخية. لكن هل هو اضطراب ولا مرض؟ لا، ما نقدر نقول. بس أستاذة ميسون، هو فعلا دائما لما نكون زي ما حكت رؤى أنه لازم بعد انتهاء أي علاقة، أو بعض الأحيان إذا انتهت العلاقة مع شخص معين تلقين على طول أول ما تفكرين بشعرك تحسينه مرة ثقيل. صح، مرة ثقيل. يعني أحس نبغى نعرف الجانب، جانب الحزن، أنه أنا طيب قصيت شعري وبعدين أنه إيش؟ يعني أنا بديت الحين بداية جديدة ولا هو إيش؟ ممكن كمان لا ننسى تأثير الميديا، تأثير الميديا أحيان حتى بالأفلام بالمسلسلات بالميديا كله بيحاول يروجوا أنه أنت نيو ستارت، بداية جديدة، ما أعرف إيش. فكله لازم حتى شكلك، صورة الجسم لازم تكون جديدة، مثلا لون شعر جديد، صبغة جديدة، قصة جديدة، هذه الأشياء كلها كمان تأثير وسائل الإعلام فيها جدا كبير. فما هو يعني شرط. قصدك يتأثرون بوسائل الإعلام؟ طبعا يتأثر بوسائل الإعلام، حتى قبل التلفزيون، حتى وسائل الإعلام المكتوبة. من العشرينات الميلادية، عام 1920 صدرت رواية أنه هي فرنسية، واحدة قصت شعرها بشكل قصير جدا، انها تحاول يعني كبداية جديدة انها تقول لا فرق بين الذكر والانثى. قصت شعرها قصه يعني ولد، قصة الولد هذه مرة قصير. فهي بتقول مش ردة فعل، هي بتحاول توصل رسالة انه ما في فرق بين الذكر والانثى من خلال صورة الجسم واللي هو اساسا شعرها. اوكي. بس يعني اجمالا، يعني اذا بتكلم عن تجربة شخصية مثلا انا مرت فيها، كان شعري طويل وصار موقف أنا شخصيا حتى ما رحت لمحل قصيت شعري حسيت إني أنا زي ما قالت رندا أخف. ليش هذا الشعور بيجيني؟ ليش أحس إني أنا انطلقت بعد ما قصيت شعري؟ الشعر تحديدا أنا ما عندي تفسير له، بس زي ما قلت لك أي شيء الإنسان يسويه بجسمه يسويه من باب التغيير سواء من حمية زي ما تفضل أو الدايت أو الرياضة زي ما تفضل الكوتش مصطفى تكلم قبل أو الشعر، الشكل هذا كله بيأثر على الإنسان، يحس نفسه إنه أنا أخف وبعدي بداية جديدة. الشعر مرتبط بالحالة النفسية بشكل كبير. حتى لو نشوف الليدي ديانا كانت تعبر عرض من أعراض الاكتئاب والبوليمي نيرفوزا أو الاضطراب الأكل اللي عندها كان شعرها. كانت كل ما تكون عندها أعراض الاكتئاب زيادة كانت تروح تقص شعرها، وهذا شيء مسجل يعني. طيب كيف المرأة تقدر تتعامل مع الحزن؟ حزن من أي ناحية يعني؟ من كل النواحي. الفقد هو أسوأ شيء، أسوأ أنواع الحزن، الفقد يمكن. الفقد يعني تتعامل معه ولا تعبر عنه؟ التعبير عنه أفضل والله. كيف تعبر عنه؟ التعبير عنه طبعا المرأة أول حاجة بتعبر عنه معروف، من خلال الدموع، من خلال الحديث. المرأة أكثر ميول للحديث عن أحزانها، عن مشاعرها، عن انفعالاتها السلبية أو اللي ضايقها بشكل أكبر، وكمان من خلال شكلها. من خلال شكلها، يا أما أنها بتلجأ للإهمال الزائد بشكلها أو الاهتمام الزائد بشكلها، بحيث أنها تقول لنفسها أنا أبغى أطلع من هذا الحزن بشكل أكبر وأسرع. وإحنا دائما ما ننظر هذا الشيء أنه دائما صحي، المفروض الإنسان يأخذ وقته في الحزن، يعني قدر المستطاع أنه ما يروح للإكستريم أو للتطرف مرة بالتعبير عن الخروج من الحزن بشكل سريع جدا، لأنه هذا مؤشر ما هو صحي وممكن يرجع يكون في بعده انتكاسة. طيب نبغى الخطوات اللي ممكن المرأة تسويها إذا حست بهالشيء. طيب أنا تكلمت وبعد ما أتكلم أغير شكلي، طيب بعد ما أغير شكلي
مش شرط انه تغير شكلها، هي هذا طبعا راجع للمرأة. لا هذا انا احس كل الحريم كذا، عشان كذا قلت تغير شكلي للكل. صحيح لأنه صحيح، فعلا هو الكل يلجا لتغيير شكله، تتكلم تحس تاخذ وقتها. اهم حاجه، اهم نقطه في الفقد، انه ما نمنع التنفيس عن انفعالاتنا. احيانا الانسان عندنا بالذات في المجتمعات العربيه والاسلاميه مش بس الكتمان، انه انت خلاص مؤمن بقضاء الله وقدره، المفروض انك تكون اكثر ثبات واكثر قوه. الحزن لا يتعارض مع الإيمان بالقضاء والقدر. تعبر عن انفعالاتها، تأخذ وقتها في الحزن، تتكلم مع رفيق، تتكلم مع صديقة، تتكلم مع أهل، شخص معني بالشخص اللي فقدته، سواء كانت علاقة ولا حتى فقد بالموت. الكلام هذا يريح ويحس المعاناة إنها معاناتنا كلنا زي بعض، يعني المعاناة هذه إنسانية وليست معاناتي أنا لوحدي. هذا جزء مهم. ثاني شيء، أحيانا الواحد إذا بالذات إذا فقد مثلا شخص عزيز بالموت، يفكر بالذكريات الحلوة اللي جمعتني بهذا الفقيد، يعني مش أنه بس بالأشياء الحزينة. مثلا أنا فخورة أنه كان عندي ولد بهذا الشكل، فخورة أنه كان عندي أم أو أب بهذا الشكل. هذه الأشياء تخفف عن الإنسان وتخليه ينظر للموت بمعنى آخر. بعد إحنا كمسلمين نطالع الأشياء أنه الموت هذا راح انتقل إلى حياة أخرى إحنا هنشوفه هناك، فهذا يخفف عن الإنسان شوي بالموت. الصور والملابس والأشياء هذه كلها، إحنا في مجتمعاتنا نزاعين أكثر أنه خلاص اتصدقوا بالملابس، طلعوها، تخلصوا من كل المتعلقات حقته. هذا الشيء يخلي كده كأنه في قطع. هذا الشيء ما هو صحي، ما هو صحي، ما هو صحي. ليش؟ لأنه المفروض أنه الإنسان هو يقرر من نفسه أن أطلع هذه الحاجات في الوقت اللي أنا مستعدة فيه. ما هو صحي أبدا. في ناس أحيانا على طول يجي يقولك أنت مات خلاص عشان ما تشوفوه تخلصوا من حاجاته. صحيح. هو من المتعارف عليه أنه في حالة الفراق والفقد والحزن وهذه الأشياء أنه الواحد تماما يتخلص من أي شيء ممكن يرجعك للماضي. فربما لهذا السبب، يعني حتى مثلا في كثير من حالات الطلاق يقولك أمسح الرسائل، أمسح الصور، لا تبقي على الذكرى، لا تحاولي ترجع للماضي. صحيح. لا تبحثي عنه في موقع التواصل الاجتماعي وهذه التفاصيل كلها. طيب يعني هي الفكرة أني أنا ممكن أوصل لكذا، لكن step by step بالتدريج. مع الوقت بالتدريج. أيوه. صحيح بالتدريج، على حسب كل إنسان. ما في جدول، ما في مانيول نمشي عليه كتيب. أنا أختلف عنك، أختلف عن الأخت. صح. كل واحد مختلف عن الشخص الثاني. أنا الوقت اللي أنا أحس نفسي مستعد فيه للتخلص أتخلص فيه، أتخلص منه، لكن مش أحد يفرض علي من برا. أيوه. ولا أحد يقدر يعرف إيش جواتي وإيش في نفسيتي حتى أقول أنا لازم أتخلص من هذا الشيء حاليا. سواء رسائل، سواء صور، سواء ملابس، سواء متعلقات أيا كانت. في بعض الأحيان الأشخاص يلجؤون للكتمان، يعني تكتم خلص هذا الموقف صار قضاء الله وقدره، أو خيرة، أو من الكلمات اللي احنا متعودين عليها دائما، وتسكت وتكتم ولا تغير بشكلها ولا تسوي أي حاجة ولا تعبر. هذه كيف تتعامل؟ هذه كيف أنت تتعاملين معها كشخص؟ يعني أنا أعرف أنها تتعرض للضغط الداخلي، كيف أنا ممكن أكلمها بطريقة أنه ممكن تحكي معاي؟ في ناس ما تحب تحكي. صحيح. تحب تكتم. صحيح. لدرجة أنها تخنق، يعني أحسها تدمر نفسها داخليا. هذه كيف أقدر أجرها بالحكي؟ شوفي، هو قصة إحنا لازم أول حاجة نحترم رغبة الشخص نفسه. إذا هو حابب أن يتكلم هذا شأنه الخاص، يعني ونساعده. إذا ما هو حابب نتكلم، إحنا ممكن نلتف حول الموضوع، أو إنه نحاول نخليه يفكر بالموضوع بطريقة أخرى، بطريقة إيجابية، ممكن من خلال الصور الرمزية، من خلال القصص، من خلال الذكريات الحلوة. وفي الآخر هذه طبيعة الإنسان، مش كل إنسان معناته هو ساكت أو كاتم في نفسه معناته إنه هو إنسان حينفجر. في طبيعي، يمكن هو بيعبر بالكتابة. أي. بيعبر بطريقة ما، يمكن هو بيعبر بطريقة بكاء لوحده، بيعبر بالصلاة، بيعبر بأشياء مختلفة. فلازم احنا نحترم هذه الاختلافات بين البشر. جميل. طيب طبعا أستاذة ميسون حتبقين معنا، بس خلينا نطلع فاصل صغير وبعدها راجعين مكملين.